قال وإذا شاتمه أحد فليقل إني صائم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان صوم أحد يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن شاتمه أحد فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، يعني ماني خايف ولا أني جبان وأقدر أرد عليك لكني امرؤ صائم يمنعني صيامي. وهذا الأمر مو كل أحد يقدر عليه، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد. فهنا تأتي المراجل، كيف الإنسان يقدر يعني يهذب هذه النفس ويمسك نفسه. هذا يقول له ما تقدر، أتحداك كذا يسب يشتم كذا، يقول إني امرؤ صائم. إيش رأيك تمرني بعد الفطور؟ طيب، فالمهم أثناء الصيام يمسك، إذا شاتمه أحد إذا سابه أحد يمسك ويقول إني امرؤ